من قناة الجديدة في بيروت مساء الخير. دولة عرسال كانت مرة جديدة عصية على الجمهورية وجيشها. المطلوبون فيها كمنوا لدورية عسكرية كانت تلاحق المدعو خالد حميد عند أطراف البلدة، فدارت اشتباكات أسفرت بحسب البيان الرسمي للجيش عن استشهاد نقيب ورتيب وجرح عدد من العسكريين. والتمرد لم يتوقف هنا، بل استكمل فصوله مع رفض أبناء البلدة تسليم مطلقي النار. لذلك أعلنت قيادة الجيش أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة لتهريب المسلحين أو إخفائهم، وسيكون مرتكبوها عرضة للملاحقة. والملاحق خالد حميد، والذي قضى في الاشتباكات وشيعته عرسال اليوم، كان مطلوبا بتهمة القيام بعمليات إرهابية عدة، وهو على ما تردد اليوم له صلات بمجموعات إسلامية مسلحة، بداية مع فتح الإسلام ثم كتائب عبد الله عزام فجبهة النصرة، ما يرتب عليه التردد الدائم إلى سوريا التي عاد منها منذ يومين فقط. ومن ضمن الاتهامات اللصيقة بحميد مشاركته في خطف الإستونيين السبعة. وبعد الاشتباكات فإن ريف عرسال أصبح اليوم تحت المجهر، والعسكر لن يكون مكسر عصا وفي خدمة الإرهاب الذي تؤازره اليوم عناصر الجيش السوري الحر بدعوى المساعدة، وهم أنفسهم أحوج ما يكونون إلى الإنقاذ والمساعدة. فمن يضبط سلاح الريف العرسالي وقبله سلاح طرابلس الذي احتفى بالأمس بظهور الرئيس سعد الحريري تلفزيونيا؟ وماذا سيكون عليه الأمر لو ظهر بشكل حي عائدا من مهجره؟ فأي سلاح سيكون في استقباله؟ يعترض الحريري على النسبية في ظل السلاح المقاوم الذي له أهداف محددة، لكنه يبدو مزهوا بسلاح العشوائيات الضارب عرض الدولة والفالت من عنابره ليقلق الناس. ولم يذكره محاوروه بأنه جاء رئيسا وبنى زعامته ونجح في انتخاباته تحت حماية سلاح المقاومة، وأن والده تعايش مع هذا السلاح بضمير مرتاح. لم تسقط حكومة الحريري الثاني لأنه قال لا لحزب الله، والوقائع تقول إن من تفرد بلا للحزب هو الرئيس نجيب ميقاتي، من موضوع المحكمة إلى حماية القادة الأمنيين وغيرها. أما الحريري بفرعيه الشهيد والحي فقد استسلم لحزب الله وبطيبة خاطر، وهذا مصطفى ناصر شاهد على ذاك العصر وعلى خبز وملح الطرفين. وميقاتي اليوم ينظف عصر الفساد الذي ورثه عن 20 سنة حكم لآل الحريري، فاللحوم الفاسدة والدواء والتهريب كلها تركة مزمنة لم تظهر فجأة، بل كانت تستند إلى رعاة سياسيين على مر السنوات الماضية. وعلى الرغم من كل البعد السياسي مع قوى 14 من آذار، فقد أعلن الحريري أنه باق في هذه القوى، وربما ظل وحيدا فيها بعدما تشرذمت قواها بضربة انتخابية. الحريري أعلن أنه عائد، لكن عودته تلك قد تكون ترانزيت، يجري الانتخابات ويرحل قبل أن يطالبه الدائنون بالحساب، وهم جهزوا جردة عام 2009 لتنضم إلى انتخابات عام 2013. وحده الزواج المدني أنقذ الحريري، نجح في الزواج بعدما طلقته السياسة. نبدأ من عرسال، وتنضم إلينا الزميلة نوال بري مندوبتنا إلى المنطقة. نوال، أهلا بك، إليك الهواء لوضعنا في أجواء عرسال طبعا، وأيضا ملخص لما جرى هذا اليوم، تفضل الهواء لك. نعم داليا، إذن كما كنا قد ذكرنا يعني في رسالات متتالية، فإن الروايات تعددت بالنسبة لما جرى في عرسال اليوم. إذا أردنا أن نأخذ قصة أهالي عرسال الذين قالوا بأن ما جرى هو بأن أحد المسلحين الغرباء عن البلدة جاءوا وداهموا منزل خالد حميد وقتلوه وأخذوه، وبالتالي فإن أهالي البلدة تحركوا وقاموا باشتباك مع هذه الجهة المسلحة، ومن ثم وهنا يعني يبدو هناك بعض التناقض في الرواية داليا، إذ أنهم فجأة اشتبكوا مع الجيش اللبناني في الجرود، وهنا يعني كان بعض التساؤل بالنسبة لهذه القصة، وهم اعتبروا أن هؤلاء المسلحين هم مخابرات للجيش السوري أتوا لقتل حميد الذي هو مطلوب هنا في لبنان. أما بالنسبة لرئيس بلدية عرسال علي
أما بالنسبة لبلدية الرئيس بلدية عرسال علي حجيري فقد أكد بأن حميد ليس بإرهابي وأن لا شيء ضده هنا في البلدة. أما رواية الجيش اللبناني فطبعا وبحسب البيان الذي أصدره أكد بأن الجيش اللبناني أو دورية تابعة للجيش اللبناني داهمت منزل حميد المطلوب لقيامه بأعمال إرهابية عدة، وأثناء محاولتها وأثناء دهم المنزل وأخذ حميد كان هناك كمين مسلح قامت بعد الدورية بالاشتباك معه، وأدى هذا الاشتباك المسلح إلى استشهاد ضابط برتبة نقيب ورتيب في الجيش اللبناني، وكان هناك إصابات لعدد من العسكريين، كما أن آليات الجيش اللبناني تعرضت هذه الدوريات لبعض التدمير. هذه كان بيان الجيش اللبناني الذي اكد فيه ايضا بانه ارسل دوريات الى هنا البلده وطلب من جميع الاهالي التعاون معه، وقال يعني واذ انه طبعا شدد على ضروره التعاون اكد انه لن يتهاون في كل من سيحاول ان يحمي هؤلاء المطلوبين الذين قاموا باطلاق النار. الوضع الان هنا داليا يعني ايضا نود ان نشير الى أنه بحسب معلومات الجديد فإن عدد جرحى الجيش اللبناني وصل إلى 8 هم الآن في دار الأمل في بعلبك، أما بالنسبة للشهيدين فقد نقل إلى أبلح. أهالي عرسال شيعوا اليوم حميد بعد الظهر، وكانت طبعا التشييع كان غاضبا من قبل الأهالي. أما الآن الوضع وبعد انتشار الجيش اللبناني في المنطقة هو هادئ نسبيا، ولكن الأهالي ما زالوا غاضبين، والبعض منهم يعتبر بأن حميد مات مظلوما، والبعض الآخر يعتبر بأن ما جرى هو مس لأمن المنطقة وأنه لا يمكن لأحد أن يتعرض للجيش اللبناني. داليا قبل الختام نود أن نتحدث مع رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز، وهنا ود أن نشير إلى أن أحد المصابين من الجيش اللبناني هو من المنطقة وهي جارة البلدة. يعني اليوم حضرتكم أنتم جيران عرسال وفي حدا من الجيش اللبناني اليوم أصيب من البلدة عندكم، خبرنا أكثر شو الوضع بالمنطقة اليوم؟ أول شيء بنستنكر الوضع اللي صار بعرسال وبنعزي أهالي الشهداء وبنهني المصابين، ونحن معنيين باللبوة لأنه عندنا جريح باللبوة. أنا رسالتي لأهل ضيعتي بالتهدئة وبالوعي، وبنعرف أهل الضيعة عندها هذا الوعي والتهدئة، وبتمنى من رئيس بلدية عرسال كمان اللي دافع عن المطلوبين واللي هاجموا الجيش اللي دافع عنهم، بتمنى منه انه ما يدافع عن المطلوبين عم يرفعوا سلاح ضد الجيش اللبناني، لانه كرامتنا وعزتنا ونحن هودي اللي قدموا تضحيه على صعيد الوطن كله. يعني رسالتي له بس لرئيس بلديه عرسال انه نحن اخوه وجيران واهل ومنطقه واحده، وبنتامل انه هيدا نرفع الظلم عن منطقتنا. يعني اذا داليا الجيش اللبناني كثفت عزيزاته هنا في المنطقه والان يعني الوضع هادئ نسبيا. داليا نعم، على كل حال نوال شكرا لك ولفريق العمل، طبعا انتم باقون معنا لموافاتنا بكل جديد فور وروده. إذن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري حمل في اتصال سابق مع الجديد الجيش اللبناني مسؤولية ما جرى، وقال إن أمرا ما يدبر للبلدة. بيطلع طلع نار بحاجة اسمه وزهرني. نعم. بيتكلم إنه حدا يعني أولو فيها أفلام مدنية. أول سدرهم أخذوه معهم، أخذوه حملوه أخذوه، يعني إذا شوف السيارة مثل ما هو ركب السيارة وأخذوه. نعم. هذا الوقت في حكوا اهل الزلمه معنا هي في مشكله، بس احكي لنا نحن ساعتها بتفلنا القوى الامنيه كيف مخابرات الجيش من الداخليه بالمعلومات انه يا عم لكم تمويل لارسال؟ قالوا لا. رجعنا مرتين وثلاثه نحكي يا عم تاكدوا انه لكم تمويل لارسال؟ قالوا ما عندنا تمويل. وبدا اقول الموجودين هذا الاول الزلمه هربوا باتجاه الجورج بدل ما يلتوا على الخط معهم نلبس على طريق الجورج باتجاه سوريا. وصلوا مكان حاصروا فيه، تحس لحد هلا هيدي لشوف من اشتركوا هن وصاروا اللي صار. خبرت الناس انه جاي دستون على البلديه وفلوا. يا سلمناهم للجيش نحن بسرعه يعني ما هو. نعم نعم. كيف الجيش كان ضابط عندنا هاني في منهم ضابط كان بعده بالبلديه ما احتجزناه وحاطين وجههم عشان ما حدا يقصي. ضابط؟ ضابط ظهر شوي. كان من الجرحى؟ ما هو مجروح هو بس انه لابس زارع يبدو ما حدا. الرئيس السابق لبلدية عرسال باسل الحجيري قال أيضا في اتصال سابق مع الجديد إن هناك التباسا وقع في خلال عملية ملاحقة أحد المطلوبين.
لا خليني هلا الوجود السوري موجودين بعرسال مثلا كلاجئين. هلا اذا حدا شاب طلع مع عرساله ببيكاب وراحوا وياه ما بيعني انه هذا راح يحارب او يس. ما بيعني شغل العرساله عندنا يعني هلا نحن كثر خير السوريين نحن لما بحاجه انه هم يعني يحملوا بريدهم ويساندونا وهن عندهم مشكلتهم. عم يساندوكم ضد الجيش اللبناني يعني؟ ما بحاجتهم نحن، لا بدنا حدا يتدخل اصلا، ونحن لا بدنا نفوت بمشكل مع الجيش اللبناني، لو معروف انه الموضوع هو عند الجيش اللبناني ما حصل مشكله اصلا منه. بس الالتباس اللي عم بيصير انه سيارات مدنيه وقوصوا الزلمه قتلوه وشلوه اخذوه يعني طريقه فيها التباس يعني ما دلت انه الجيش هو اللي بده ينفذ العمليه. خطف المواطن فادي متري من امام منزله في المنصوريه. من جديد يطل شبح الخطف برأسه، هذه المرة من المنصورية، حيث أقدم أربعة مسلحين على اختطاف المواطن فادي متري من أمام منزله عند 7:30 صباحا. فبينما كان فادي يهم بصعود سيارته هذه من نوع تيكو، ترجل مسلحون وأجبروه على الصعود معهم. وحدها جارة فادي خرجت إلى الشرفة لدى سماعها صوت صراخ، فشاهدت سيارة الخاطفين وهي رابيد. وقالت الجارة أن هذه السيارة كانت قد شاهدتها أكثر من مرة في مقابل المبنى تجمع الحديد من الطرقات. فادي من مواليد حصبية عام 67، متزوج ولديه ولدان ومقيم في المنصورية منذ 14 عاما، وتحفظت عائلته عن الكلام أمام الصحفيين حفاظا على سلامته وإفساحا في المجال للتحقيقات التي تجريها فصيلة برمانة في قوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش. متري يمتلك محلا لبيع قطع السيارات والدراجات النارية في منطقة النبعة في سن الفيل. معلم هون صاحب المحل زلمة آدم، هو جارنا هون. قديش له فاتح؟ نعرفه آدم دائلو زمان فاتح هون. انا لي هون يعني شيء 6 سنين، هو بعرفه من قديم قبل مني بكثير. يعني سكر المحلات زلم مثل امبارح عشيه، فاللي جينا فتحنا الصبح ما فتح هو. يعني بعد لفتره من النهار يعني شيء ساعة ونص بعد الصبح عرفنا انه قال في مسلحين خاطفينه تحت البيت عنده فوق. لا 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 زلمه من شغله لبيته يعني ما فادي كثير حرام، آدم معطر يعني ما في عنده اعداء، فيش عنده حدا، كلنا بنحبه يعني كل جيرانه وكل زبوناته بحبوه يعني ما في مشكله مع حدا. بس اليوم انه اذا صارت القصه انه صار كل واحد ببيع قطع اكسسوار بيعفوا معه مصاري بدهم يركضوا وراه بدهم، هيدي صارت قصه شيء ثاني ما بنفهمش فيها يعني صرنا ما بنعرف. يعني كل واحد صار معرض للخطر يعني بالايام هيدي. مصادر أمنية رجحت الجديد أن يكون الدافع طلب فدية مالية، ولكنها فضلت التريث حتى تنتهي التحقيقات الأولية. النائب بطرس حرب يحيي مبادرة الرئيس سعد الحريري ويدعو إلى بحث معمق في طرح المتعلق بمجلس الشيوخ. مسيحيو 14 من أذار راضون عن مبادرة حليفهم الرئيس سعد الحريري المستوحاة من طرحهم القائم على تقسيم لبنان 50 دائرة انتخابية، حتى لو اقتضى الأمر بعض التعديلات على هذا المشروع. امبارح سعد الحريري بيطلع على التلفزيون وبيقول أنا مع تصغير الدوائر، مع ال 50 دائرة، وأنا بأيد المشروع اللي قدمه حلفائي، وهذا موقف أنا بعتقد موقف شريف وموقف على الصعيد الوطني بيصب باتجاه إنه المسيحيين ما يبقوا يشعروا بأي غبن. هل التعديلات يلي ممكن تدخل عليه بيوافقوا عليها مسيحيي 14 أذار؟ نحن بالنسبة لنا بنعتبر هذا المشروع هو المشروع الأصلح اللي بيحافظ على وحدة لبنان بحق صاحب التمثيل. إذا كان هذا المشروع 11 لبعض التعديلات كل الناس تكون مرتاحة فيه نحن معنا مانع. الحريري اقترح كذلك إنشاء مجلس شيوخ بعد تعليق شرط إلغاء الطائفية السياسية، إلا أن الدستور واضح في هذا الصدد، إذ تنص المادة 22 في فصل السلطة المشترعة على أنه ومع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. في هذا الاجتهاد يبدو الحلفاء متسامحين أيضاً. عم بيقول سعد الحريري وهذا بدي ارجع لطرحه، بنخلي مجلس النواب قائم مثل ما هو، بنعمل مجلس شيوخ على اساس مذهبي، بنكون خلينا المسيحيين يرتاحوا مرتين مش مره واحده، اولا بانه الاستمرار والمحافظه على مجلس النواب كما هو على اساس 50 دائره وتصغير الدوائر للمسيحيين يتمثلوا تمثيل صحيح، وبالوقت ذاته بنحط ضابط اخر بنعمل مجلس شيوخ على اساس مذهبي، وهيك كل الناس بترتاح. انا بعتقد من هالزاويه شفت طرح سعد الحريري، وانا بقول انه في ناس معه وفي ناس ضده، بس من غير الجائز انه حدا يقول انا ضده بالمطلق ما بدي ناقشه، خلينا
نبحثه بصورة جدية. هو يشكل تناقض يعني مع ما يتضمنه الطائف، يمكن يحتم تعديل على طبعاً الدستور. طبعا في تعديل بده يصير للدستور للاتفاق الوطني انا قلت بالمراحل تبعه، مش الاهداف تبعه، لانه ما الطائف عم بيقول انه بنلغي الطائفيه السياسيه بمجلس النواب وبنعمل مجلس شيوخ. سعد الحريري عم بيقول خلي المجلس النيابي ينتخب على اساس طائفي وبشكل المسيحيين يتمثلوا فيه مناصفه من جد مش بالعدد، وبالوقت ذاته نعمل شيء اكثر ضماني له، نعمل ما يسمى المجلس الشيوخ اللي هو عدده قليل والصلاحيات محددة. بعيدا من أخبار الحليف، تلقى النائب حرب خبرا يقول إنه أعاد إليه الأمل بالعدالة، إنه صار في ضغوط كتير كبيرة من حزب الله على القضاء لألا يستجول، لألا يصار إلى إجراء تحقيق مع محمود الهيك. أنا بوضع علامة استفهام كبيرة حول بعض تصرف بعض المسؤولين القضائيين اللي هن كانوا جزء من الصفقة تيجي محمود الهيك يعطي فاته ويفل بدون تحقيق، في ناس مسلحين عم بيفرضوا رأيهم على الدولة. أنا بعتبر اللي صدر اليوم هو إسقاط لمخطط الصفقة اللي كانت عم تحصل. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد ادعى على محمود الحايك بجرم محاولة قتل حرب في مكتبه في بادارو والقيام بأعمال إرهابية، وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول. اشتباكات في سوريا وتظاهرات، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يقول لا دور لمن تلطخت أيديهم بالدماء في المرحلة المقبلة في سوريا، وروسيا تنفي مشاركة وزير خارجيتها في اجتماع ميونخ. تواصلت الاشتباكات بين الجيش النظامي وعناصر مسلحة في عدد من المناطق السورية، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام شددت حصارها على مدينة دارية في ريف دمشق، ودارت أيضا اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في حيي القدم والعسالي في العاصمة، إضافة إلى اشتباكات في عدد من أحياء مدينة حلب، وتعرضت كذلك أحياء حمص القديمة لقصف مدفعي. يأتي ذلك في وقت شهدت مناطق عدة تظاهرات يوم الجمعة، وحملت هذه الجمعة عنوان المجتمع الدولي شريك الأسد في المجازر. وفي المقلب الآخر، أكدت السلطات السورية أن الجيش النظامي ما زال يواصل عملياته ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، وقد تمكنت عناصر من الجيش من تدمير مجمعين للمجموعات في شمالي منطقة الغنوط في مدينة الرستن، وقضت على مجموعات أخرى في دوما ودارية في ريف دمشق. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية علي عبد الله أيوب أن سوريا ستنتصر لا محالة، معتبرا أنه مخطئ كل من يتوهم أنه قادر على وضع القوات المسلحة موضع الاختبار. وفي خلال جولة ميدانية على عدد من تشكيلات وحدات القوات المسلحة، شدد أيوب على أننا ثابتون على مواقفنا الوطنية والقومية، ولن نتخلى عنها مهما حاول الأعداء القيام بأعمال استفزازية أو عدوانية. ولفت أيوب إلى أن الحرب على إسرائيل مستمرة وهي لم تتوقف يوما، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين إسرائيل وأدواتها من عصابات القتل والإجرام التي تمارس الإرهاب الممنهج على وطننا وشعبنا. سياسيا، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن لا دور لمن تلطخت أيديهم بالدماء في المرحلة المقبلة في سوريا. تصريح فابيوس جاء بعد لقائه نظيره الأردني ناصر جودد في باريس. قلنا دائما لا يمكن التوصل إلى حل مع الرئيس السوري بشار الأسد لأن يديه ملطختان بالدماء، فالسوريون الذين يعانون منذ أشهر طويلة لا يمكن أن يتصوروا أن من تسببوا بهذه المأساة قد يصبحون قادة الغد. إلى ذلك، نفت روسيا تقارير أفادت أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيشارك في اجتماع ميونخ الذي يضم رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. وقال نائب وزير الخارجية جنادي غاتيلوف عبر موقع تويتر، حتى اليوم لم يذكر هذا الاجتماع في برنامج وزير الخارجية الروسي. مصر تزحف نحو قصر الاتحادية وتطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي. لم تحل غزارة الأمطار دون خروج المسيرات الاحتجاجية في مختلف أنحاء العاصمة المصرية القاهرة تحت مسمى جمعة الخلاص للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة. احنا عايزين نعيش وناكل وناكل عيالنا ونعلمهم بس. مطالب اللي أنا أصلا كنت راجل موظف في القطاع الخاص وصرحوني. دلوقتي خالي بينا شغل.
عندي طفلين، أكلهم إزاي؟ إلى ميدان التحرير وسط العاصمة وصلت المسيرات الحاشدة من حي ميدان نصر شرقي القاهرة والعباسية وحي المهندسين وشبرا، ومنه انطلقت المسيرات وسط هتاف مئات المتظاهرين ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي الذي ساد محيطه هدوء حذر وسط تعزيزات أمنية مشددة تصدرتها الجدران الخرسانية التي وضعتها قوات الأمن للحؤول دون محاولة المحتجين اقتحام القصر. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبلجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور وإزالة آثار الإعلان الدستوري، كما يطالبون بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون وإلغاء حالة الطوارئ بمدن القناة. مش هسلم للإخوان، مش هسلم للإخوان. وامتدت مظاهر الاحتجاج إلى مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس شمال شرقي البلاد للتنديد بحكم مرسي والمطالبة بالقصاص لمقتل العشرات الأسبوع الماضي. احنا النهاردة عشان نجيب حق الشهداء طبعا، لأن الشباب بتاعتنا عمالة تموت وهم ما لهمش ذنب. بورسعيد ناس محترمين، ناس وطنيين، ناس أدوا كل اللي عليهم من رسالة، وكانت النتيجة غدر وخيانة لأبنائنا. ويتهم المحتجون الرئيس محمد مرسي بالانفراد بالحكم والتخلي عن أهداف الثورة التي اندلعت قبل عامين. يسكت المرشد، يسكت المرشد، يسكت المرشد. أهلا بكم من جديد. العماد ميشيل عون يتابع قضية الأسير جورج عبد الله مع وفد اللجنة الدولية لإطلاق سراحه. زار وفد من الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في منزله بالرابية، وجرى بحث في آخر مستجدات قضية الأسير عبد الله والتحرك الحكومي لدى فرنسا لإطلاق سراحه بأقرب وقت ممكن. عبر العماد عون عن انزعاجه وأسفه لأن فرنسا كونها دولة الحريات والديمقراطية أصبحت قرارات العدالة فيها عرضة للتوقيف والإلغاء من قبل قرارات الإدارة، وهذا ما هو بعكس ما هي عليه كل دول القانون في العالم وخاصة فرنسا. كما أنه أبدى تفهمه لهذا الموضوع، وهو على معرفة بأن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع جورج فيها وزيران أساسيان يتحركان وفق المنهج العام لما يراه العماد عون. ويواصل الوفد جولاته على المسؤولين لحشد المزيد من المواقف الداعمة لقضية المناضل جورج عبد الله. أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل معارضة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إقامة مخيمات للاجئين السوريين في لبنان. كلام باسيل جاء بعد لقائه ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نينات كالي. استقبلنا اليوم مفوضية اللاجئين في لبنان، وسعدنا انه سمعنا انه رايهم هن ضد اقامه مخيمات للنازحين السوريين بلبنان لاسباب عديده متطابق بعضها مع يعني الشيء اللي نحن بنخاف منه. للاسف انه الجهه الاكثر شيء معنيه بالشق الانساني بهذا الموضوع عندها هذا الموقف، وعم نسمع مراجع عليا بالدوله و مراجع وزارية عم بتبلش تحضر الأجواء وتشيع أنه موضوع إقامة مخيمات للنازحين السوريين أمر لا مفر منه، وهيدا ما فينا نفصله عن السياسة. نحن للأسف ما في عنا دولة بأجهزتها عم تضبط أي أمر، أي أمر معناتها هيدا رح يضل في عنا نازحين برا المخيمات ونازحين جوا المخيمات، وبقلب المخيمات للأسف رح تتحول لمراكز تسليح. رئيس الجمهورية ناقش وزواره ومشاريع الانتخاب المطروحة وطلع على الأوضاع الأمنية من مديري الاستخبارات والأمن العام. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري مع وزير الإعلام وليد الدعوق لعمل وزارة الإعلام والإعلام ككل، إضافة إلى موضوع تلفزيون لبنان. وتناول الرئيس سليمان مع النائبين خالد زهرمان وفادي الهبر مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة على بساط البحث، واطلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل على الوضع الأمني والتدابير التي يتخذها الجيش لضبط الوضع الأمني على الحدود وفي مناطق النزوح السوري إلى لبنان.
واطلع رئيس الجمهورية من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على آخر المعطيات المتوفرة عن الاتصالات الجارية بين المعنيين في شأن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. وبحث الرئيس سليمان مع السفير السعودي لدى لبنان علي عواض العسيري في العلاقات الثنائية وتعزيزها في هذه الظروف التي تمر بها دول المنطقة. واستقبل رئيس الجمهورية وفدا ضم مطراني طائفة السريان الأرثوذكس في زحل وجبل لبنان بولس سفر وجورج صليبة ورئيس رابطة السريان الأرثوذكس حبيب إفرام. وزار بعبدة السفراء اللبنانيون الجدد المعينون في الخارج لدى كل من السنغال وفنزويلا وليبيا. هيئة التنسيق النقابية أعلنت الإضراب المفتوح بدءا من 19 من شباط استنكارا لعدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب. إن أمام هيئة التنسيق النقابية خطوات مفتوحة وتصعيدية أخرى، فالإضراب المفتوح ليس الورقة الأخيرة، بل هناك أوراقا أكثر تصعيدا، ومن بينها مقاطعة الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية وغيرها من الخيارات النقابية الكفيلة بإحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، وهي تحذر من استمرار اعتقال السلسلة وحجزها في الإدراج خلافا للدستور. اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي على أوتوستراد البداوي في طرابلس. أقام أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية تجمعا على الطريق الفرعية أمام مهنية البداوي الرسمية المحاذية للأوتوستراد الدولي الذي يوصل طرابلس بالمنيا عكار والحدود اللبنانية السورية، وأزالوا الخيمة التي نصبوها لأداة صلاة الجمعة واللافتات التي تطالب ببث ملف الموقوفين ورفع الظلم اللاحق بهم. عضو لجنة المتابعة لقضية الموقوفين الإسلاميين الشيخ محمد إبراهيم أكد في خطبة الجمعة على مظلومية الموقوفين، لافتا إلى محاولات استدراج الشباب الملتزم لإحداث الاضطرابات الأمنية لا سيما في طرابلس. ما يقارب 170 إنسان مظلوم في سجن رومي، وحينما بدأنا برفع الصوت أننا سنعمل متحدين وننزل إلى الساحات ونعمل على في الضغط على هذه السلطة حتى تخلي سبيل أبنائنا، بدأ التشويه يزداد. الشيخ محمود سيف باسم أهالي الموقوفين أعلن استمرار التحركات السلمية والتصعيد في المواقف حتى بت قضية الموقوفين، يشار إلى أن أهالي الموقوفين الإسلاميين لم يقطعوا الأوتوستراد الدولي خلال التجمع. وسام الصداقة من حكومة روسيا الاتحادية لرئيس الهيئة الاقتصادية عدنان القصار تقديرا على جهوده وما حققه من نجاح في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الروسية. قال لدى سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر زاسبيكين رئيس الهيئة الاقتصادية رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية عدنان القصار وسام الصداقة من حكومة روسيا الاتحادية تقديرا على جهوده وما حققه من نجاح في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الروسية عبر مسيرة 40 عاما من التعاون المثمر والبناء. وللمناسبة أقام زاسبيكين في مقر السفارة في بيروت حفل استقبال على شرف القصار بحضور وفد روسي رسمي قدم خصيصا للمناسبة وبمشاركة عدد من الشخصيات. لدور معالي السيد عدنان قصار وجهوده نكرم له وسام الصداقة والتعاون لوزارة الخارجية الروسية. وإذ أتشرف بالحصول على هذا الوسام الرفيع الذي يحمل اسم الصداقة التي هي من أجمل العلاقات الإنسانية، فإنني أشعر بأن ذلك يشكل تكريما للبنان وللبنانيين. وحضر الحفل شخصيات سياسية وقيادات من القطاع الخاص اللبناني وقيادات مجلس الأعمال اللبناني الروسي. غيب الموت محمد علي مصطفى الأمين والد رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار الزميل إبراهيم الأمين فجر اليوم، ووري في ثرى بلدته شقراء عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم. أسرة الجديد تتقدم من الزميل إبراهيم الأمين بأحر التعازي. أهلا بكم من جديد. الرئيس سعد الحريري أيد الزواج المدني وترك نواب كتلته في حيرة من أمرهم. تحقيق للزميلة يمنى فواز. بموضوع الزواج المدني، هذا موضوع في خلاف عليه بين اللبنانيين. أنا شخصيا موقفي أنه بتمنى أنه هذا الشيء يمشي.
هذا الكلام فاجأ اللبنانيين الذين اعتادوا موقف الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي رفض التصويت على قانون الزواج المدني عام 98. ولكن تيار المستقبل انطلاقا مش من هلا، بعتقد من ايام الرئيس رفيق الحريري كان عندنا موقف واضح بهالقصة، انه نحن شايفين مصلحة الشعب اللبناني انه هالموضوع ما ينطرح بالوقت الحالي. بدا النائب أحمد فتفت من خلال هذا التصريح مغردا خارج سرب رئيسه. وقع فتفت كما وقع عدد من نواب كتلة المستقبل ضحية غياب التنسيق بين ما اعتادوا التصويت له وما قرر الرئيس مفاجأة الجميع بقوله. انسحب الإرباك على معظم نواب المستقبل الذين اتصلنا بهم، بعضهم رحب وبعضهم الآخر تحفظ وقليل منهم رفضوا وفتفت عدل. سعد الحريري مؤيد، عقاب صقر مؤيد، نهاد المشنوق مؤيد، أمين وهبي مؤيد ومتزوج مدنيا، روبر غانم مؤيد ويدافع عنه منذ سنوات في المجلس النيابي، غازي يوسف مؤيد وابنه متزوج مدنيا، باسم الشاب مؤيد، نبيل دفريج مؤيد وأكد بالتعبير 100%، خضر حبيب مؤيد ومقتنع بالزواج المدني لأننا في دولة ديمقراطية، جمال الجراح مسلما لرئيس كتلته. أما النواب الذين لم يحسموا أمرهم، النائب محمد الحجار عبر عن موقف متأرجح طارحا الدمج كما فعل نضال وخلود، زواج شرعي ومدني في الوقت عينه. النائب محمد قباني اعتذر عن الإجابة مبررا ذلك أن أكتاف الرئيس بتحمل أكثر من كتاف غيره. زياد القادري تحفظ، عمار حوري لا تعليق، خالد زهرمان تحفظ، معين المرعب أعلن رفضه الزواج المدني مؤكدا أنه سيصوت ضده إن طرح في مجلس النواب. أما أحمد فتفت فوجد في الهريبة غنيمة. بين مؤيد ومعارض، ما هو رأي نجوم لبنان من إعلاميين وفنانين؟ تقرير للزميل شادي خليفة. ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الزواج المدني كان لنجوم الإعلام والغناء آراءهم، واللافت كان إجماع معظمهم على إقرار القانون طالما أنه اختياري في دولة شعارها الديمقراطية والحرية. زواج المدني هو حق وحرية وخيار، ما بيتعارض مع إيمانك الديني أبدا. هذا الزواج اختياري ولا يفرض على أحد، بل اليوم الزواج المدني عم بنعقد بالخارج وعم بتسجل بطريقة طبيعية تلقائية بلبنان. ليش ما بنعقدوا هذا الزواج بلبنان ونسجله بلبنان مثل ما عم بيصير؟ نفس الشيء يعني فيها المسألة كتير من النفاق والخبث، لأنه الزواج المدني معترف فيه بلبنان. كل السياسيين اليوم وكل الأشخاص عم بيطرحوا إلغاء الطائفية السياسية. طب كيف بدك تلغيها وأنت زواج مدني ما عندك؟ رئيس الحكومة شو بيقول لك اليوم؟ ما بيقول لك أنه هو ضده، بيقول لك أنه الوضع في أولويات. لو الأولويات عم تتناقش أو عم تتزبط عال، بس أول شيء شو هي الأولويات؟ للأمن أولويات، للكهرباء أولويات، للاقتصاد أولويات، للزواج المدني أولويات، للنساء اللي عم تنضرب أنه يطلع لها قانون أنه يحميها من العنف أولويات. بدي أعرف شو أولوياته لرئيس الحكومة. أنا الزواج المدني هو حق طبيعي إنساني مدني حضاري لكل إنسان، ونحن لما عم نقول زواج مدني عم نقول زواج المدني الاختياري. هيدا بيعني أنه نحن ببلد الحكم فيها جمهوري ومدني مفترض، مفروض أنه الإنسان يكون عنده الحق أنه يختار أو يتزوج زواج مدني اختياري أو يتزوج زواج ديني. تعرف أنه عندنا كذا وزير مجوز مدني عنده الجرأة يطلع يقول هذا؟ شو بيكون في وزيرين بالمرة السابقة صوتوا ضد الزواج المدني عقدين زواج مدني؟ مين؟ وزير بشارة مرهج والوزير بهيج طبارة. راغب علامة لم يؤيد ولم يرفض قانون الزواج المدني، ولكنه تساءل كيف يسمح بتسجيل عقد الزواج المدني الذي يتم في قبرص وتركيا في الدوائر الرسمية اللبنانية ويرفض كمشروع قانون في لبنان. بدوره وائل كفوري أكد أن الزواج المدني يحرر المجتمعات من الطائفية والمذهبية، مشيرا إلى أنه ينبغي في النهاية التطلع لمعرفة ما إذا كان الزواج المدني يخدم مصالح السياسيين ورجال الدين، فهم يحبذون فكرة تطبيق القوانين التي تخدم مصالحهم وجيوبهم الخاصة. ولكن عاصي الحلاني الذي احترم الآراء التي تؤيد الزواج المدني أكد أن الزواج الديني مبارك من الله ويكتسب خشوعا وصدقية أكبر، مضيفا أنه مع المحافظة على مبادئنا العربية، وبالتالي الزواج الديني سواء كان للمسيحيين أم للمسلمين يكون مباركا. تفجير في مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة نفذه انتحاري وأدى إلى مقتل حارس وعدد من الجرحى.
لم يكن تفجيرا عاديا، إذ لم يقع خارج أسوار مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة، بل انفجر هنا في غرفة الحرس هذه. كان انتحاريا كما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي فإن الانتحاري دخل غرفة الحرس وفجر نفسه ليخلف هذا الدمار، ومعه قتيل من أمن السفارة وعدد من الجرحى. الانفجار الذي وقع قرب السفارة الأمريكية كان هجوماً انتحارياً يستهدف أمن واستقرار الشعب التركي ومنع ازدياد التنمية وتطوير البلاد. السفارة الأمريكية في أنقرة أصدرت بياناً أكدت فيه وقوع الهجوم على السفارة في وقت قامت السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشديد الأمن والبدء بالتحقيق بالاشتراك مع الأمريكيين للكشف عن ملابسات التفجير. تظاهرات حاشدة في العراق ولا سيما في الفالوجة للمطالبة برحيل رئيس الحكومة نور المالكي. الله أكبر. عشرات الآلاف من أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين شاركوا في التظاهرات المعارضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، مجددين المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء. وأقول للحكومة من هذا المكان، لا نريد أن نرى جندياً بعد اليوم ليس في الفلوجة وحدها وإنما من ضواحيها. وللغاية تظاهر الآلاف على الطريق الرئيس شرق مدينة الفلوجة بعد صلاة الجمعة التي حملت شعار الوفاء لشهداء الفلوجة الذين سقطوا إثر وقوع اشتباكات بينهم وبين دورية للجيش عند موقع التظاهر الجمعة الماضي. وفي سامراء أقيمت صلاة موحدة شارك فيها عشرات الآلاف من أهالي محافظة صلاح الدين، وفي الموصل احتشد المئات من أهالي المدينة عند جامع النبي شيت وساحة الأحرار. وفي الأعظمية شمال بغداد تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة وسط هتافات بينها يكفي ظلم أفرج عن المعتقلين، ورفع المصلون في مختلف المناطق أعلاما عراقية وصورا للشهداء ولافتات كتب عليها ارحل ارحل يا نوري. ذكرت وسائل إعلام روسية أن قاضيا روسيا استقال من منصبه بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يغط في نوم عميق في أثناء نظره في قضية احتيال انتهت بإصدار حكما على متهم بالسجن 5 سنوات. ونشر التسجيل على صفحات الإنترنت ويظهر فيه القاضي يفغيني ماخنو مسترخيا تماما على مقعده قبل أن يخفو واضعا رأسه على أحد جانبي المقعد. ونقلت وكالة نوفاستي الحكومية عن عضو في هيئة التفتيش القضائي أن هيئة التفتيش القضائي قبلت استقالة ماخنو. وأضافت وسائل إعلام روسية أن رجل الأعمال الذي صدر حكم بسجنه 5 سنوات ستعاد محاكمته في شباط، مع العلم أن ماخنو سيكون في مقدوره العودة إلى منصبه شريطة اجتيازه اختبارات معينة. كان في النشرة عرسال تكمن للجيش، خطف فادي متري في المنصورية. زلمة من شغله لبيته يعني، ما فادي كثير حرام آدم معطر يعني. حرب للجديد، أنا بعتقد موقف شريف وموقف على الصعيد الوطني بيصب باتجاه أن المسيحيين ما يبقوا يشعروا بأي غبن. المجتمع الدولي شريك الأسد. والخلاص من الإخوان في مصر. مش هسلم للإخوان، مش هسلم للإخوان. الحريري أحرج نوابه وللنجوم رأيهم. كان في النشر أيضا القاضي النائم. كان هذا كل شيء حتى الساعة. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة. طبعا أي جديد سنوفيكم به فور وروده إلينا. إلى اللقاء.